الدنيا بتختلف، تعمل دنيا كلها، حتى الشغل بيكون له هيك نظرة تانية ومختلفة. الروحة على الشغل صارت غير، المجة من الشغل صارت أسرع. إيه. تلاقي حدا ناطرك على الباب، بطيئة بترجع بسرعة. لأنه أنت حدا ناطرك، وحدا بيقول لك بون وي بابا، وحدا بده يبوسك قبل ما ينام، حدا مسروق على شغلك بده يغمرك ويعطيكي هاك كبيرة. هودي هذا الإحساس الله لا يحرمه من بيت حدا. صح. لانه شغل الاولاد. امونا احكي لي شي سر عن توني هيك الناس ما بتعرفه كبي، بس ما تعم كثير يا عمي. انت وقفتي لي على الدقه، انا شو بدك؟ انا كثير اونست بحكي دغري. توني باي ما الله عليك، حيش طلبتوه بتقول المره تفوت. هلا لا بس توني ببين حدا كثير هيك تاف، بس هو حدا كثير قلبه طيب، واوقات مثلا بتكون تالية عم تحكي شيء بصير يبكي. يعني انا بستغرب انه عم جد عم يبكي. هذيك المره صار شيء كمان بكيت، هي نازله من الاوضه كنت انا عم مسحهم. شو صار وقتها؟ نسيت صار شيء بكينا. اصلا هو قالت لك بريير. صليت لك؟ صليت. قالت له البريير بالفرنش بتعمل هيك بابا ماما، عرفتي؟ عم تصلي لنا. دبت مش دبت، شيء جديد واول مره بيصير قدامي. واول ما غنت بيتي بابا نويل، انا قاعد عم بحضر تي في وهي عم تعمل كولرينج على التابلو، سمعت حدا عم بيغني تي بابا نويل، لفظ لحن وغنت جمله طويله. اول مره بنتي بتقول جمله طويله. اسم الله يعني. اسم الله. بعمرها انه ما بيحكوا هالقد اولاد. لا هيك بدي اعضها، مش عم بعرف وين بدي اعضها. اصلا توني حساس لانه عم تضحك. عم تضحك عم تضحك. عم تعملي انت بريير بالهاند فرديون. واو، برافو توتي، برافو توتي.